السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة سندريلا سيكريتس راوند ذا وورلد. النهاردة أول جروب في جولي فانكس، زي ما احنا عارفين هم 7 جروبس. الجروب الواحد في 6 ساوندز، يعني في 6 أصوات. جروب نمبر 1 ساوند اسمه letter S، ولكن ساوند خلينا متفقين ان كل حرف في الحروف اللغة الانجليزية له حاجتين، النيم بتاعه والساوند. نيم اللي هو اسمه letter A، letter B، letter C، letter D، letter S، لكن الساوند بتاعه هو ده اللي احنا بندرسه في الكورس بتاع جولي فونكس اللي هو الاصوات. وعشان النهاردة احنا بندرس اول ساوند، ما قلتش ساوند اس، انا قلت ساوند س. ايه ده اللي انتي بتقوليه؟ ايوه هو اسمه كده، هو اسمه ساوند س. هو ده احدث طريقة جديدة في تعلم الانجليش، ودي على فكرة طريقة فعالة جدا وطريقة صح جدا، ان انت بتنطق الساوند على طول بتاع اسم الحرف. كل ساوند احنا قلنا ان الفلوج اللي فات انه بيبقى له حاجتين، story and song. النهاردة ناخد الستوري بتاعت ساوند ش. هنقرأ مع بعض الستوري. Whenever snake is scared or frightened, he makes himself into an shape and hisses. هنقراها تاني مع التركيز في الساوند بتاع النهاردة. Whenever snake is scared or frightened, he makes himself into an shape and hisses. مبدئيا هنكون على اتفاق مع بعض ان لما نقول حاجة لازم نقولها مع بعض. لما انا اكررها تاني انت بتكررها تاني معايا علشان المعلومة تبقى شور ليك اكتر. الترجمة بتاعت الستوري ديت كانت بتقول ان كان يا مكان كان فيه ثعبان، كان الثعبان ده خايف، فلما كان خايف كان بيحاول يستخبى في العشب وسط الاعشاب. في صوت كان بيطلع منه واللي هو صوت اس. احنا اخدنا الساوند ده بالظبط كده وعملنا له صوت letter S اللي هو النيم بتاع letter، وبقى ده الساوند بتاع letter S. ايه هو ساوند letter S؟ هنقرأ الستوري مع بعض احنا الاتنين سوا، يلا مع بعض. Whenever snake is scared or frightened, he makes himself into an shape and hisses. كده احنا خلصنا الستوري وهندخل immediately على song. Before listening the song, you have to focus on the sound. Snake is in the grass. The snake is in the grass. Snake is in the grass. بعد ما سمعنا السونج بتاعت ساوند محتاجين ان احنا نعرف احنا كنا بنسمع ايه بالظبط، فانا هقراها معاكم بالراحة جدا علشان هنرجع نسمعها تاني. The snake is in the grass. The snake is in the grass. ودلوقتي هنقولها اسرع شوية. The snake is in the grass. The snake is in the grass. The snake is in the grass. على فكرة مهم جدا بعد كل ساوند انت بتتعلمه ان انت تعرف تقوله جوه جملة بطريقة سريعة. ليه الكلام ده؟ علشان انت لما تقول الكلمة بطريقة سريعة as a song كأنها اغنية، هتقدر تتكلم الانجليش بالضبط بشكل perfect. Let's listen to the song again. The snake is in the grass. The snake is in the grass. The snake is in the grass. And now, after finishing the song, you have to learn the very important thing. رقم 3 مهم قوي مع تعلمنا للساوند اللي هو الاكشن بتاع الساوند. ايه هو الاكشن بتاع الساوند؟ اللي هو الموفمنت، حركتنا واحنا بنقول الساوند ده عامله ازاي. الاكشن دوت هو عباره عن اوبشن كويس جدا، very important especially لل children. ليه؟ لأنه بيساعدهم ان هم remember الساوند ده. الاكشن بتاع ساوند
بيبقى ان احنا بنحرك ايدينا على شكل تعبان بيتحرك كده يمين وشمال. left and right, left and right. move your hands in an S shape او S shape. نعمل revision سريعة جدا على الساوند. احنا اخدنا له story, song and action. دلوقتي بتيجي الفقرة بتاعت writing. طبعا دي برضو بتبقى specially option for children, بيساعدهم ان هو have to write the name or the letter. طبعا في words هتقابلنا كتير قوي, start with letter S او start with sound S. طبعا انا كولي امر لازم اكون عارفة كويس قوي شوية كلمات حلوين. start with letter S او الليتر S مش في البداية, بيبقى in the center of the word. في عندنا words start with the sounds زي sun and snake, وفي words sounds in the center of the word like grass, وفي كمان فوق خالص كلمة inside موجودة اصلا في نفس البيج اللي احنا فيها. كده احنا تقريبا خلصنا الساوند كله totally من كل الاوبشنز بتاعته. لو انت كنت ولي امر وبتسمع الفيديو ده, ممكن تجيب لابنك بعد ما تخلص sound s نجيب له some words فيها sound s in the center of the word, نجيب sound في ال beginning بتاع ال word, وكمان نجيب sound at the end of the word. هنا هنلاقي قدامنا احنا في اول group, الجروب الاولاني فيه sound s, sound a, sound و sound i, sound p and sound. تابعوا معايا ان شاء الله, كل يوم هننزل ساوند جديد بكل الحدوته بتاعته, ويا رب تكون نلت اعجاب. لو كنت اول مره تشوف القناه بتاعتنا, ممكن تعمل شير ولايك وسبسكرايب.